focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. المنار بارك هنا بطنجة نقدم أحر التهاني لسيدنا الله ينصرو صاحب الجلالة محمد السادس بعيد العرش المجيد. فكما كتلاحظوا حنا متواجدين بو لانستون دون الكومبلكس توريستيك منار بارك، هذا المنتجع السياحي اللي اصبح ليس يعني منتجع نقولوا بان سي اونون انترناسيونال، يعني منتجع عالمي معروف على الساحه الوطنيه وعلى الساحه الدوليه. كما كتلاحظوا كنستقبلوا ابناء الجاليه المغربيه من عده دول اجنبيه مثل كنهضروا على هولندا، كنهضروا على بلجيكا، كنهضروا على فرنسا، كنهضروا على كندا، ايطازوني. فالحمد لله هذا المنتجع هذا فاصبح بين يعني مشروع ناجح 100%. الحمد لله لحقاش هذا المنتجع هذا يتوفر على عده خدمات بينها كما كنلاحظوا لاكوا بارك، لو جيم بارك، اسباس دي جو بور لي زونفون اي بور لي ادولت اوسي، لا ريزيدونس بروميير كاتيجوري سي كلكو شوز دو توب، سون اوبليي دي اكتيفيتي كي سون ديفير، اون بارل دي لا بالاد دو شيفال، دي سورتي اون باتو، اون بارل دي بوينت بول، اون بارل دو كارتينغ، اون بارل دو بوكو داكتيفيتي. بون الحمد لله فهاد المنتجع هذا اصبح كيعطي واحد الصوره مثاليه على السياحه، على السياحه المغربيه اون جينيرال. احنا فرحانين كيجيونا هنا نفرحوا الناس، وبمناسبة عيد العرش عاوتاني باقي ماشي عندنا حفلات متأخرين، واليوم جينا عند الصديق ديالنا، عندنا واحد الحفلة هنايا، ومنار باركي تعتبر من أحسن البيسينات اللي كاينين في طنجة، واليوم جبرتونا كنتواجدوا في منار بارك. هانتوما كيما كتشوفوا الأجواء أخوتي راه جات منار بارك، راه ما كاينش اللي ما كيعرفها شي وما كيجيش وما كيرتاحش هنايا، راح الجو أخوتي هانتوما عارفين كيفاش عامل. اليوم إن شاء الله بمناسبة عيد العرش كنتواجدوا هنايا مع هاد الناس هادو أخوتي I'm gonna make you mine.